الزول مقران ستي احسن صبري هزي عيونك راهم زادوا عليا يا الشويه. تحيه كبيره كبيره الى الشويه الاحرار القبائل الى توتو لي بربر. تحيه كبيره 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 الى الناس غوفي الى ناس باتنا الشويه الاحرار الى كل 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 في تبسه في خنجله في ام البواغي ما نساوش عين بيضاء مسكانة كامل 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 عين طويلة ما نساوهمش ثاني اللي يغضبوا علينا بارتو بارتو بارتو. الي بور سيت فان دو سواري اون فا بارلي كنت راح نهضر على نوتر سوجي هو الجامعة العربية اللي زعما باش تدار في مارس وفيها شوية مشاكل غدوة بلاك نتكلم عليها. اليوم بعثوا لي بعض الناس اخوات واخوة اللي قالوا لي تكلمنا على الحراك حبوا يصحوا. قالك حنا الحراك اللي قريب يجي لانيفرسير تاعو ثاني في مواد فيفريي حنا الحراك هذو درناه باش يسقط على حسابهم هما لو سيستم وخر يقولوا النظام وخر يقولوا قالك حنا ماناش باش نسقطوا الدولة. وعلى هذا انا حبيت نرجع لهذا لو سوجي هذا احتراما للناس اللي طلبوني واللي قالوا لي اتكلم لنا على هذا لو سوجي. قبل هذا حبيت نرد على واحد الاخت وقيلة واحد لادام كتبت لي ونسيت وقلت وعدتها باش نرد لها مليكة الاخت مليكة زان والناس اللي مليكة زان انت قلتي كلمات ماهمش ملاح وهما ردوا عليك حتى بالشوية وقالوا لك مليكة الزان وانا ما حبيتش نعقب لهم لي كومونتير نتاعهم باسكو فيه شوية
انا ما نقبلش الاهانه تاع الناس كذا من هنايا، مي الا غالب انت رحتي شويه بعيد كذا و ما مسبيتيني انا ومعك باور كون ما نعرف واش ومنا ومنا. الوغ ماليكا زان دونك تقول لي فو سويتي لو ماك كي انسولت لي زاراب، بورتون سو نسون با لي زاراب كي غوفرن وما نعرف واش. On est tous des Algériens, mais aussi on est fiers d'être arabes, algériennes, et je respecte tout le monde. Vous dites, cassez-toi, pauvre con, c'est tout ce que tu as trouvé à dire. Vous voulez diviser le pays, ou man afouèche, ou man afouèche. Chofie, l'ocht Malika, on a redé avec tout de suite, mais je m'entourche avec. Chofie, qui te voulait, on est arabia, ou je suis fier de l'être, on est avec, on est avec. مي لو بروبليم وين هواك؟ كي تقولي فو فولي لو ماك، لا الماك هادو نتاع جاو من تل أفيف ولا منين؟ يوم في بلادهم نتاع الماك هادو، نتاع الماك كلهم ولاد الجزائريين، وكلهم حتى المعلم نتاعهم بعد تاع الماك أنا ما نعرفوش، على كل حال في فرنسا، ولد شهيد، ولد شهيد وجزائري، ونزيد نقولك كي تقولي انتيا الماك اللي يحب يقسم البلاد، نو، اللي داروا الماك هما اللي يحبوا يقسموا البلاد يا لالا، باش يكون في علمك. واللي داروا الماك ما همش القبائل باش نتفاهموا مليح، اللي داروا الماك اللي يحبوا يردوا القبائل جاوا من بلغاريا كما يقولوا هما. اذا الماك جاوا من اذا القبائل جاوا من بلغاريا، حتى حنا جينا من بلغاريا ثاني، حتى حنا الشاويه جينا من بلغاريا، حتى بني بزاب جاوا من بلغاريا، صادير على حسابها الناس اللي يتكلموا الامازيغ كامل جاوا من بلغاريا، غير هذو هما برك هاد الناس هادو احبابك انتيا والناس اللي هادو هما لازم تروحي تعيبي عليهم وتقول لهم علاش تتكلموا الكلام هذا، خاطرش الماك ما دارش كذاك، الماك دار خطراه الناس ما خلوهمش يسيروا بلادهم، وحبوا ينحيوا الثقافة نتاعهم، وحبوا ينحيوا كلام أمازيغ كامل وضد الأمازيغية وضد، سي نورمال هادو، وباش يكون في علمك يا الأخت مالكة ما كانش غير الماك تاع القبائل باش يكون في علمك، كاين حتى الماك تاع الشاوية، وكاين الماك تاع بني بزاب، ولو كان يستمروا الناس هادو في الإقصاء نتاعهم اللي يحبوا يقصيو بلاد كاملة، أمازيغ كامل، قبائل الشاوية، المبزاب، التوارق، لا موش غير في الجزائر، حتى في ليبيا وحتى كذا ومنها، لو كان يبقاو يحبوا يقصيوهم وقال حنا في المغرب العربي وحنا ما نعرفوش هو، موش غير راح يكون الماك راح تكون موش راح تقسم البلاد، راح نقول لك بلاك ما على باليش أنا واش راح يصرى. دونك ما تشوفيش الماك هذا، الماك راهم داروه الناس حبابك انتيا وبني عمك انتيا اللي حبوا جاو في بلاد الناس تو دابور استعمروا بلاد ماليهمش هما اللي استعمروها لي زونسيتر تاعهم ماليهم هما اللي استعمروا البلاد، فهمتي؟ مي كي تقولي حنايا صار انتم كي تتكلموا انتم عرب وانتم ما نعرفوهاش وما نعرفوهاش وكذا والقوميه وما نعرفوهاش انتم دي ناسيوناليست وكي هما يجاوبوكم يقول لكم حنايا امازيغ وحنايا هذو يحبوا يقسموا البلاد هكا نتاعك يا لالا لا لا كي غلطه يا الاخت مالكة، حنا رانا في بلادنا وبلادنا هي الجزائر وحنايا امازيغ وبلاد الجزائر بلاد الامازيغ دوكا حنا قسينا حنا العرب قلنا لهم روحوا ماكمش دي زالجيريان جامي قسينا وجامي قسيم واحد حتى اليهود بعد اليهود الالجيريان بعد عندهم حق يعيشوا في الجزائر اليهود بعد باش يكون في عليك حنا ما قسينا حتى واحد حنا الناس اللي يحبوا ينحيو الامازيغ دخلوا جاوا من 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 كيف اسمه من الجزيره العربيه وحبوا يمسحوا الامازيغ وهذا ما يقدروش هكذا لو كان يديروا كيما هكا راح يمسحوا رواحهم هما ماهوش يمسحوا الامازيغ خاطرش الامازيغ ما كانش غير في الجزائر كان في تونس وحاكمين تاع تونس كامله في المروك والمروك كامله امازيغ وفي ليبيا وليبيا كامله امازيغ في لافريك دي نور كامله امازيغ باش يكون في علم باش يكون في علمك يا لالا دوك انت تقولي لي احنا انا يا عربيه ايه معليش كي عربيه على روحك مي تقولي بلي هذو الماك هذو حبيتو الماك اللي يحبوا يقسموا البلاد ماهمش الماك اللي يحبوا يقسموا البلاد اللي يحبوا يقسموا البلاد هما اللي داروا الماك اوكي هاني رديت عليك وانا وعدتك باش نرد عليك الوغ نروحوا للسوجي نتاعنا نتاع الحراك باش نقول انا لخاوتي هذو اللي كانوا يتكلموا لي على الحراك هذا انا ضد الحراك ودوك نقول لكم علاش انا نقول لكم علاه ضد الحراك باسكو الحراك هذا اللي دار بريميرمون كي بداو الناس في 22 فبراير كي خرجوا الناس كانت فيها مشاكل شويه هكذا خرجوا الناس حتى الناس تاع خنشله وانا من خنشله
واللي خرجوا ما عمرهم ما خرجوا باش ينحيوا بوتفليقه ولا باش ينحيوا الغوفرنمون ولا كانت فيها حساسيات بين الناس في بعضهم. وكان رئيس البلديه الوقت هذاك اللي انا رئيس البلديه هذاك نعرفه مليح مليح وحتى نقول لكم باللي يعرفني ونعرفه تتربيع اللي تحدى بعض الناس وهذوك جو هما هو تحداهم وهما جاو كيما قال واحد وصارت فيها شويه مشاكل والاخر كي راح هو علق لهم بوتفليقه وعلق لهم هذاك منا قال له هو نحي الكادر ونحي من هنايا بدات من تما وتلموا في قدام البلديه وخلاص استغلوا اخرين لافير كيما تبدا اشاك فوا تبدا حوايج كيما هكا كانوا اخرين في خراطه واخرين من هنا حتى هما خرجوا كيما قال واحد وضد كيما اسمها هذه العهده الخامسه كيما قال واحد خرجوا ضد هذا الشيء هذا من الكون لو كان لقيت انايا يعني لو كان لقيت ان الوقت هذاك الناس غضبوا من العهده الخامسه كيما قال لك نورمالمون ما تكونش عهده خامسه نورمالمون هي باش نتفاهموا مليح التبادل كيما قال واحد على الكرسي لازم يكون لازم تكون كيما قال واحد راكم تشوفوا باغيزومبل في الدول المتقدمه والمتحضره ديما كاين دروات سونتر غوش دروات سونتر غوش كل خطره هذا هو التداول على السلطه ما هوش قال كيما في الدول العربيه اللي يحكم ما يخرج حتى يموت ولا شوفوا في الدول العربيه ولا في الدول هذه العلم الثالث التداول على السلطه هذه ما يعرفوهاش واش يعرفوا يعرفوا الرئيس يجي يبقى حتى الممات حتى يموت والشغل اكثر من المملكه اكثر حتى المملكه باش يكون في علمكم واش كيما تشوفوا المملكه في العرب هما اللي يسيروا المملكة باكزومبل في بريطانيا لا رين تاع بريطانيا هذه ما تسيرش خلاص هي كاع لاشين رين مي الغوفرنمون هو اللي يسير والغوفرنمون يتبدل في كل بتيتا شاك دو دو 3 اون 4 يجيو اخرين وديما الملكة باقية هي في السلطة ماهمش كيما عند العرب ولا عند المسلمين اللي قال الرشام حميدة ولا عاد حميدة كيما في ايران في ايران كيما عندهم تداول على السلطة عندهم لي خميني هذو منا هما منهم هما اللي كل هما كلش دونك هذه هي الغلطه والغلطه نتاعنا حنا ثاني اللي في تاع الجزائر اللي صرات في هذا الحراك هذا وربي سبحانه عز وجل جاب كورونا هذه وهي اللي منعت البلاد خاطرش الناس هذو اتونسيون لعله تفهموا بالغلط يا ناس تفهموا حاجه غلطه وتحسبوا باللي راهو الحراك هو اللي نحى بوتفليقه وهو اللي راكم غالطين والله العظيم غير راكم غالطين واللي يحسب بلي الحراك هو اللي نحى بوتفليقة راهو غالط 100% باش نفهموا مليح خاطرش بوتفليقة كيفاش تنحى ما كانش يتنحى بوتفليقة لو كان كيف اسمه الجماعة ما تقابلوش في بعضهم اي كاين هذاك لوموند كون جماعة تقابلت في بعضها وعلى هذاك القايد هما كحبوا ينحيوا القايد صالح يجبدوا به الطابي كيفهم هو بلي الناس اللي استعملوه اللي استعملوا قايد صالح باش يكون في عندكم الناس اللي استعملت قايد صالح باش ينحي التوفيق يخرجوا روتريت وباش ينحي فلان وفلتان وكذا وكذا من بعد حبوا يدوروا عليه هو حبوا يدوروا عليه هو يجبدوا به الطابي كيفاق هو وكانوا الناس اللي باعوا لافير باللي راحوا حتى قريب صاي ما بقالوش باش ينحيوا ما عرفوش برك ما عرفوش كيفاش ينحيوا داروا الكومينيكي وتقرا في لا تيليفزيون وروحوا روح ولاو الناس جبدت وكان هو اللي حاكم كيما قال واحد هو اللي حاكم الارمي اي بان هو جا قال لك استنى شوف رايحين يتعشوا بيا خليني نتغدى بهم قبل ما يتعشوا بيا وعلى هذاك راح نحى بوتفليقه ونحى منا وقال لهم راني استجبت الحراك وما نعرفوش منو هو الحراك بعد قالوا انت بعد لازمك تروح الحراك الناس بعد قالوا انت بعد راك كنت معاه دونك لو كان ما تقابلوش هما في بعضهم كان والو كان يخرج لارمي كيما مارفين يخرج لارمي وتوقع فيها الموت وكل واحد يحكم دارو وما يتنحى حتى واحد وما يروح حتى واحد باش نفهموا مليح مي هو كي شاف القايد صالح الناس اللي كانوا ضده اللي كان ضده كامل نحاه ونحوه في الحبس اللي كان وكيفاش قال بهذيك تهمه المساس ب باش يقولوا بالوحده الوطنيه واحباط واش يقولوا معنويات الجيش الوغ هاد الناس هذو ما عندهم حتى علاقه بالجيش خاطي الجيش او كونترير ما كانش واحد ضد الجيش ما كانش منها خلاص ضده هو وي اللي ضده هو صبح ضد الجيش
صار انت كي كنت ضد كيفاش هو توفيق ما اللي ماهمش لا اللي خرجوا سي توفيق من كيفاش هو من نحاو خرجوه روتريت هذوك ماهمش ضد كيفاش هو مع العنوية الجيش نو مي كيحبوا يدوروا عليه هو الصباح نحاهم وهذه هي واش صرا ولاحوا الناس في الحبس وما زالت فيها دي ريغلومون دو كونت روحوا 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 كيفاش هو الدليل برك الدليل هذيك كيفاش اسمها لويزا حنون لويزا حنون كاش ما كانت في الجوفرنمون كاش ما سرقت كاش ما ضربت كاش ما انا نهبت كاش يا ملحوها في الحبس على واش باسكو حضرت في الاجتماع اللي يحبوا يجبدوا الطبيب القايد بقايدهم صح هذا هو دونك هذا هو صرا ومن بعد في الحراك هذاك الحراك بعد الى ايتي ديتورني باش يكون في علمكم عاد 70% نتاع الحراك واذا تحبوا نعطيكم لي فيديو نعطيكم لي فيديو ما كانش ما نعرف حتى الناس اللي في السلطه هما ثاني مشاركين في هذا الانقلاب هذا خاطرش النهار الاول كي خرجوا الحراكيين خرجوا كانوا فيهم ناس دي ديموكرات 10% وحنا قلنا الناس اللي خرجوا كما قال واحد قلنا لهم يا ولدي راكم فوزات اون مينوريتي هذول ديموكرات وقلنا لهم كانت مدام عسول كو جو سالو بنت بلادي وكانوا بزاف اللي خرجوا معاها دي ديموكرات وقلنا لها يا مدام عسول راه لو كان هذا الحراك هذا راح يحطوك انتيا ما نحبسوش الحراك ما نحبسوش نبصح لو بروبليم وين هو يا مدام عسول راه ما يفوتيوش عليك خمسه من الناس ما يفوتيوش عليك خمسه من الناس انا نفوتي عليك ما بقداش بليدي بدي دوار تاعي باش انت الدوار نتاعي كامل وكيف اسمهم العرش نتاعي كامل نجيبهم كامل يفوتيو عليك بصح ما يكفيش ما يكفيش حنا مينوريتي لازمكم يا جزائريين لازمكم تفهموا باللي الشعب الجزائري راهو اليوم الي اونوتاج كيفاش اونوتاج اونوتاج مش حاكمين بسناس نو نو المخ نتاعو ديتورناو لهم المخ نتاعها اليوم الشعب الجزائري لو كان يخليوه غدوه ينتخب ها ينتخب راهو ما ينتخب حتى على 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 بارتي ديموكراتيك راهو ينتخب سواء على الناس اللي تبزنس بالثوره ولا ينتخب على الاسلاميين والاسلاميين هما اللي راحين يكونوا في في في, 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 في يقولوا في الحكم هذه نعطيها لكم حاجه رسميا ماهوش يعني هضره ولا 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 شوفوا في المغرب في تونس في ليبيا في الدول هذه اللي تبزنس بالاسلام كامل راهو لو كان انتخابات يكونوا يمشيوا يعني انتخابات حره ونزيهه راه هما اللي يديو باش يتفاهموا مليح باش انت اش نقول لكم انا ترافيكيت الانتخابات انا ترافيكيت الانتخابات علاه ترافيكيت الانتخابات باش تبقى الدوله البوليسيه لا لا مي باش نباريو لا روت لهذو الذباحين هذو خاطرش الانتخابات اللي دارت كامل الذباحين هذو اللي يحبوا يذبحوا الناس هذو هما يخرجوا الاولين انت حماس انت على النهضه انت على الفيس انت على منا وهذو هاد الناس هذو الاسلاميين او على بالهم بروحهم باللي ما يقدروش يحكموا او على بالهم بروحهم او على بالهم بروحهم باللي حتى كي يحكموا يحكموا شهرين ثلاثه ومن بعد يجبدوا بهم الطابي خاطرش ما يقدروش ما ينجموش هذه ما ينجموش حتى الدول الاوروبيه والدول لي زوكسيدونتو كامل ما يقبلوهمش ما يقبلوهمش هاكم هاي تونس هاكم تشوفوا تونس هاو الغنوشي هو اللي خرج الاول ودرك بعد كان يعاودوا درك في تونس لو كان يعاودوا يعاودوا الانتخابات دركا يخرج الغنوشي مبصح ما يخليوهاش علاش بريميرمون لارمي ما تخليهش العسكر ما يخليوهاش خاطرش هما اللي حاكمين البلاد وهذه الاولى وثانيه حتى الدول الاوروبيه والدول والامريكا ومنا ما يقبلوش يديروا دوله ارهابيه ما يقبلوش محال هذه هاو الاخر كيف اسمه تاع مصر شكون مصر كيف تعطيكم برك الشيء اللي صرا في مصر كان يصرا عندنا حنا ثاني كيف مصر يا اخي شفتوا كي داروا خرجوا الديموقراط الديموقراط هما الاولين ومن بعد الي جاوا لي اسلاميست حكموا الساحه شكون اللي ماتوا النهار الاول كي خرجوا ضد مبارك شكون اللي ماتوا ماتوا لي ديموقراط ماتوا لي ريبوبليكان هما اللي ماتوا ومن بعد جاوا الاسلاميين واستحوذوا على الشارع وكي داروا انتخابات خرج مرسي هو الاول يا اخي شفتوا ولا ما شفتوش اسكو مرسي حكم الحكم مسكين هاو مسكين جهل جابوه كيما قال واحد نحاو به كيف اسمه حسني مبارك ومن بعد لارمي ولا والشعب ولا قال لارمي دخل حتى في الجزائر كيف لو كان تحكم حماس
راح الشعب اخرين الناس اللي ما يحبوش المنا راح يقولوا العربي يدخن وهم يحبوا كيما هكا. هل الاسلاميين هذو راهم سيدي اللي يدخن باش يكون في علمك دون لا كورس، راهم يجيبوهم في لا كورس هما بصح عمرهم ما يربحوا. وعلى هذا حنايا كنا ضد لهذا الحراك هذا، خاطرش لو كان الحراك كمل وطاح لو بوفوار خلاص كانوا راح يجيونا تنحى الفيس راح يجي في بلاصتو حماس ولا النهضه ولا هذو هما راح يجيو. شكون يعطيوني برك يرحم والديكم؟ انا اي واحد لهنايا نقول له ايماجينو الوقت هذاك واش يقولوا طاح البوفوار علي او طاح البوفوار، شكون هو اللي راح يجي؟ يعطيوني شكون راح يجي من فضلكم؟ راح يجي لويزا حنون؟ ما كانش راح يجي لارسيدي، وانا نحب يجي لارسيدي، انا نحب يجي لارسيدي، بصح اشكون لارسيدي يجي؟ مينو؟ لارسيدي راح يفوتيو عليه في لاكابيلي في لابيت كابيلي طرف عند الشاويه طرف بوتيتر منه ولا منه، مي لا ماجوريتي كامل لي اسلاميست. شكون راح يجي لافافاس؟ محال. هاكم تشوفوا الطابو هذاك بعد، هو بعد طابو هذا طابو، خشنا غلطنا هذا النهار الاول طابو كي شفناه خرج وكذا ومنا قلنا ها والحمد لله قبايلي وكيما قال واحد يجي يدير الديمو ولا السيد ولا بعد راح دورها حتى هو مع لي اسلاميست وراح قال لهم راح نديروها الجزائر ديمقراطيه تحت المبادئ الاسلاميه وهكا اول نوفمبر. كي عاد هذا هو الخطاب نتاعك يا سي طابو، يا كنا نخليو بوتفليقه وجمعته خير، حتى بوتفليقه وجمعته كانوا يهضروا كيما انت كيف كيف الجزائر ديمقراطيه تحت المبادئ الاسلاميه والنوفمبريه الباديسيه، هذه هي اللي كانوا يهضروا عليها بوتفليقه ويهضروا عليها الناس الكل باش يبقاو في الحكم، علاش نحيو حنا الاخرين باش نجيبوك انت؟ نخليوهم هما خير. دونك كيما تشوفوا راه ما كاينش اون الترناتيف يعني اللي نجمو نقولوا غدوه الصباح يكون غدوه باكزومبل كي يطيح البوفوار يجي يجي ان بارتي ديموكراتيك يحكم في البلاد، ماذا بينا الكل، ميم يكذب عليكم اللي قالكم كيما هكا. ديجا يا اخي شفتوا انتوما بعد في 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 في, 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 في الحراك كيفاش الناس كانوا يعيطوا كيفاش يتكلموا، او عندي لي فيديو اذا تحبوا غدوا اذا ما قنعتوش قولوا لي هضرنا بلي فيديو نجيب لكم لي فيديو. 60% 70% تاع الحراكيين كانوا دي اسلاميست، خرجوا الارهابيين وماليهم وخيانهم وبني عمهم ولي اسلاميست جدد وكاملين هما اللي حاكمين الحراك، هما اللي حاكمين الحراك. ما تشوفوش كي تخرج هذيك تاع الارسيدي هذيك الاولى هذيك واحد 200 ولا 300 واحد في القدام كيما هكا، مي الباقي كاملين دي اسلاميست. اذا باش نحيو حنايا الدوله البوليسيه ونجيبوا الدوله الاجراميه ما كان لا اكس عن وليو نجيبوا الدوله العسكريه خير، هذه هي. وانا قلت لكم يا ناس قالوا لي كيفاش نقدروا نتهناو حنا من الدوله البوليسيه، لازمنا نخدموا يفهم ميديتي باش نحيو الدوله البوليسيه. كيفاش؟ دوك نقول لكم كيفاش. باش تزول الدوله البوليسيه كيفاش؟ يفو بريباري التيران، لازمنا اون ميليت بروميييرمون، يفو ميليتي بلا ما نطيحو البوفوار، يخليو البوفوار هذا او يخدمو على روحهم، مي حنايا اون فا ميليتي تو دابور. الفودري كيما قال واحد امبوزي للبوفوار هذا باش يدير اصلاحات، لازم يدير اصلاحات. لو كان ما يديرش اصلاحات راهو ما نقدروش، خاطرش علاه؟ لو كان غدوه نروحو ايماجينو سيدي دوكا هذا كيف اسمه سميه لي، نعطيكم اكزومبل وقولوا لي عندك الحق ولا لا. لو كان هذا مشي تبون غدوه يحط الاستقاله نتاعو ويقول لكم يا جماعه يا اخي باش توصلوا للحكم يا اخي واش لازم لكم؟ راح يعطيكم انتوما قال المراديه يروح يجيب الفتح يجيب الفتح ويعطي الحراك، قال هاكم الحراكيين الفتح وروحوا يحكموا المراديه، هاي ما كانش. ها ودرك بعد الحراكيين هما بعد في ذاتهم لو كان نقول لهم خرجوا لنا 10 من الناس ما كانش، ما يجيبوش يخرجوهم والله ما يخرجوا، خاطرش الحراكيين هما بعد في بلاصه كيما قال واحد ماهمش متفاهمين في بعضهم، لي اسلاميست من جهه الاخرين من جهه ومن هنا ما يتفاهموش خلاص محال. يقول لهم يا اخي كي نحبوا كي تكون ديميسيون تاع الرئيس ولا حكومه انتقاليه يديروا 10 من الناس ولا 30 ولا ما عرف واش يصيروا البلاد حتى نديروا انتخاب، يا اخي لازم نديروا انتخابات. هيا كي نروحوا نديروا انتخابات قولوا لي شكون هما اللي تشوفوا فيهم انتوما رايحين غدوه الصباح يجيو وفي بلاصه هاد الناس هادو يحكموا، هيا اعطيوني قولوا لي ترى شكون راح تجي نتاع الوزا حنون مسكينه ما تقدرش، ما كانش هي ديمقراطيك ديمقراط صح بس ما كانش. راح تجي هذه كيف اسمها عسول مدام عسول، مدام عسول انا نفوتي معاه بصح محال حتى في خنشله بعد ما تديش، هي بنت خنشله بصح والله ما تديها في خنشله.
والله ما تديها، ماشي ما تديش خطاش يكرهوها ولا لا، في خنش لا يفوتي سوا على جماعة اللي قاعدين يبزنسوا بالبوفوار بالماضي الثوري، ولا يفوتيو على الإسلاميين، هذا هو ما في خنش، ما يفوتيولكش محال على في باتنا كيف كيف، في ملبواغي كيف كيف، في تبسة كيف كيف، في الجزائر كاملة كيف كيف، كاش مكان في بلاد القبائل الفحولة، هذوك وي، هذوك عام يفوتيو، راح يفوتيو على الرسيدي ولا لافافاس، وفيهم شوية أفلان كما قال واحد لي إسلاميست 4% 5%، مي المشكلة ما همش الأكثرية، هاي معليش هاو تيزي وزو فوطاو بور لارسيدي و بور لافافاس، بجاية كيف كيف، هو لي ولايات الآخرين كيفاش؟ هي هما اللي يديو الأغلبية، هما اللي يديو الأغلبية، غدوة صباح رايحين تلقاو لو كان يكونوا لو كان تجي بيكزومبل تكون انتخابات نزيهة وشفافة، راح تشوفوا النهضة هي الأولى، حماس هي الثانية، هذاك وجه ما عرفوش هو بن فارينة هذا ولا ما عرفوش هو الثالث، وهذا هما اللي الإسلاميست اللي يخرجوا هما الأولين، نكذبوا على روحنا؟ راح نكذبوا على روحنا؟ ما نكذبوش على روحنا. دونك واش نبداو يفودغي نامبوزي اذا البوفوار هذا صح يحب يدير جزائر جديده ويحب الناس تولي فيها كيما اسمه التبادل على السلطه، يعني هذو يجيو هذو يروحوا ونضروا ديمقراطيين والشعب اللي فوط عليه يخرج، لازمنا بريميرمون اون ريستركتوراسيون تاع لي بارتي بوليتيك، خاطرش اليوم كي تشوفوا لي حماس والنهضه وهذو كامل اللي قاعدين مازالوا يناضلوا، هادو راهو نورمالمون ما عندهمش حق، نورمالمون ما عندهمش حق يشاركوا في السياسه. علاش؟ باسكو الدستور واضح، الدستور الماده 42 تقول يمنع على اي شخص باش يدير حزب تحت غطاء ديني جهوي ولا لغوي، يمنع عليهم هذا الشيء هذا، وهما راهم يداروا هذا نتاعهم تحت غطاء ديني. دونك هادو لازمهم تروح للعداله تحلهم، تحلهم تحل هذا نتاع حمص هادو ولا ما عباليش بهم، هي ربما حماس وردوها حمص، هادو يعيطوا لهم في العداله، قال يا اخي طبقا للماده 42 نتاع الدستور، الماده 42 نتاع الدستور راي راكم اليوم رانا حلينا لكم الحزب نتاعكم، ودوك نطلبوا منكم اذا تحبوا تشاركوا في 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 في, 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 في السياسه تروحوا ديروا حزب، واحد اخر حزب ديمقراطي ما تدخلوا فيه لا كما قال واحد لو باسي ريفوليسيونير، ما تدخلوا فيه لا هذا كيما اسمها الدين، وروحوا اذا كي تجيبوا لي بارتي تجي يا اخي ويفوتي عليك الناس مرحبا، مي تجيني انا تجيب لي تقول لي انا نريبريزونتي الاسلام، لا يا اخي العزيز سامحني، واحد ما ينجم يريبريزونتي الاسلام، اللي نجم يريبريزونتي الاسلام هو اللي يعطي له ربي انكيتوس، هذا هو ربي سبحانه يبعث له ورقه قال له ولدي انت تروح تمثل الاسلام، هذاك يمشي هذاك نقبلوه، مي باش يجي زيد ولا فلان ولا علان يجي يقول لك انا باسم رب العالمين وبسم الله نقول له روح تلعب على روحك، الدين ماهوش تاعك، ما تقدرش انت حتى ولو كان يجيو ناس يقول انا فوطوا عليا المسلمين والجزائريين هذو 99% جزائر مسلمين، هم هم كيف فوطوا عليك 99% ما فوطوش عليك انت، وحتى كانوا يفوطيو عليك يفوطيو عليك تمثلهم هما تمثلهم هما، قال انا فوطوا عليا فلان وفلان وفلان، بصح باش الاسلام واش تحم هما، خاطرش الاسلام نتاع ربي سبحانه عز وجل، وكي ظل واحد كي ظل انا دوكا عندي سياره نتاعي انا اللي نجم نمدها اللي نحب، انا اللي ماشي يجي قال وجا ابن عمك ولا وجا اخوك هو اللي قالنا، لا لازمني انا باسكو نتاعي انا لاكارت غريز باسمي انا باسمي انا لاكارت غريز، دونك انا نمدها لما نحب، واحد ما يسالي حتى ربي سبحانه عز وجل الدين تاعو هو كسوى الاسلام ولا المسيحيه ولا اليهوديه ولا واش كاين، ربي هذوك كل ديانات نتاع الله، ولازم الله هو اللي يمد يبقى مونداتي هذاك الشخص هذاك، كيما الى مونداتي النبي عليه الصلاه والسلام، كيما الى مونداتي سيدنا موسى، كيما الى مونداتي سيدنا عيسى، هكا وي حتى كيخرج لنا واحد يجي ويجيب لنا برهان باللي ربي اللي قال له نمشي وراه، انا بعد نمشي وراه، ما نمشي حتى مع بارتي، نمشي معاه هو، مي ما كانش الساعه هذه، دونك يتنحاو لي بارتي هذو، طبقا للقانون، وطبقا للقانون ثاني حتى لا فلان لازمو يخليو عليهم لا فلان، باسكو لا فلان هذا تاع من؟ نتاع الشعب الجزائري كل، ماهوش نتاع ناس
حاكمين واحد من تحت تحت قريو ولا فلان كيما قال واحد واش منين جاوا هاد الناس هادو دابور حتى ولو فيهم واحد ولا زوج تاع لا فلان ما عندهمش الحق يحكموا لا فلان باسكو لا فلان تاع الشعب الجزائري لا لا ميسيون تاع لا فلان تمت في 62 62 استقلت البلاد فرون دو ليبراسيون ناسيونال حزب جبهة تحرير وطني التحرير تحرر في 62 دونك نخليوه لا فلان ما نبداو كلاو به بزاف الخبز لا فلان هذا اداو به طاكسيات اداو به اداو به حتى الحانات التبان ملي يشربوا الناس اداو به دونك على هذا لازم لا فلان هذا نخليوه نجبدوه على جهه لازم يا جماعه ولازم لا ريستيتيراسيون لازم يا اخي جماعه لا فلان ما قلنا لكمش ما ديروش السياسه لا ديروا السياسه روحكم مي ماهوش تحت غطاء لا فلان باسكو هذاكم استعملتوا لا فلان هذا اللي نتاع الشعب الجزائري قاعدين تحبوا توصلوا للسلطه به لا ما يمكن ما يمكن مش ممكن لا فلان نحيوه يروح للميزي يبقى نتاع الاحرار نتاع الناس اللي حررت به البلاد جماعه الاسلاميست قال يا اخي انت تكون مسلم ولا تكون مسيحي ولا تكون واش تكون الله يسهل عليك راك راح تجي دير السياسه ارواح اخويا دير السياسه الدين خليه في بلاصتو ما تحكموا لا الدين ما تحكموا لا لرسيدي لا لا فاس لا 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 ما يحكموا حتى واحد الدين يبقى لله واللي يحب يكون مسلم يكون اللي ما يحبش يكون وثماك ساعه واش نديروا نروحوا للصندوق واللي يعطاه الشعب واش يدير البلاد ولا يروح يدير كيما اسمه كيما يحبوا يدير الفيس باسكو الفيس اتونسيون يا جماعه الفيس راهو دار انقلاب راح يدير انقلاب وعلى هذاك حبسوه اتونسيون راهو ماهوش كيما يقول لكم الفيس راهو حنا ربحنا هما نحاونا ما تسمعوا لهمش نو 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 سي با كوم سا راهم بدلوا لكم الغنايه الغنايه تبدا ا بي سي دي هما جاوا طلعوها لكم ويحبوا نو نو لو فيس نهار كي فوطاو عليه الناس وما عندوش حق يشارك في 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 الانتخابات خلاص وكي فوطاو عليه وربح قالوا لهم روحوا سيروا للحكومه ديروا رئيس حكومه وسيروا قالوا له لا ها لازمنا نفاتح تاع من نتاع الدوله ابون كيفاش نعطيوك نتاع الدوله يعني انت ما تفرقش بين الدوله وبين الحكومه ولا كيفاش لا 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 لا, لا. احنا الحكومه ما نحبوهاش احنا نحبوا الدوله واش ديروا لها قال لك نحيو الجزائر الديمقراطيه الشعبيه على حسابهم هما على حساب علي بالحاج وعلى وعباس المداني وجماعه الفيس كامل واش يديروا ينحيو هذا الجمهوريه هذه ويديروا الجمهوريه المزعومه نتاعهم الاسلاميه نتاعهم كما قال واحد وهذا هو المشكل الكبير وهذا هو المشكل الكبير احنا ما درناش انتخابات قال تحبوا لو كان هكاك احنا درنا انتخاب قال شكون اللي يحب الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه والشعبيه وشكون يحب يدير واش يقولوا الجمهوريه الاسلاميه شكون اللي كيف اسمه شكون ما درناش هكا احنا درنا انتخابات نورمال شكون اللي يربح يجي يسير الحكومه يسيرها 4 سنين ولا 5 سنين ومن بعد كيما قال واحد يزيدوا نديروا انتخابات اخرى هما قال لك لا قال لك من هذه هي اول واخر انتخابات هم يسمعوا فيا نتاع الفيس قالوا هذه هي الاولى واخر انتخابات اول انتخابات نزيهه واخر انتخابات علاش قال لك ما بقاش انتخابات وكانوا يعيطوا في كل في 48 ولايه في كل بلاصه وين يخرجوا لا ميثاق لا دستور قال الله قال الرسول هذه هي جاوا بالميثاق وجاوا بالدستور ومن بعد قال لك لا ميثاق لا دستور قال الله قال الرسول واش هو لازم نجيبوا النسخه ونطبقوا واش كان في النسخه راح يرجعونا ملايير السنوات للوراء والحمد لله كانت رجال وفحوله اللي تقعدوا ما خلاوش البلاد تولي افغانستان كما قال واحد وما خلاوش الناس تذبح في الكباش في الزقاقات ها وتولي الناس كما قال واحد من هنا وكان الوقت هذاك شفتوا كيفاش جا الغنوشي هذا نتاع تونس وجاو الاسلاميست كاملين جاو الجزائر بقاو غير يستناو في بلاد البر بقى بلاد كان الوقت هذاك في السودان وجا باش يجي الجزائر لهنايا ايماجينو راهو داو هما كيف اسمه ما حبش المسار الانتخابي وداو هما البلاد وداروا الدوله نتاعهم المزعومه هذيك وصارت الضربه نتاع الامريكان هذيك كانت الجزائر هي اللي كانت راح يبومبارديو وهما ما كانوش راح يبومبارديو افغانستان كانت الجزائر هي اللي تجي ويبومبارديوها جاب رب العالمين كي دخل الجيش
وحبسنا على الانتخابات هذه اللي يحبوا هما يديروا الانقلاب، هربوا كامل حتى الغنوشي هرب راح الانجليز وهربوا كاملين، وكما قال واحد يخشتوا واش صرا 200 الف قتيل وما عرف قداه ديسبارو. راح نزيدوا نعاودوها دركا ولا كيفاش؟ نجيو دركا كيما قال واحد جا الحراك هذا باش نجيو حنا نحيو نجبدوا الطابي بهذو بالناس اللي حاكمه باسم الدوله البوليسيه ونعطيو لها لجماعه الذباحين، ويجيو الناس يبداو يذبحوا في الناس ويقتلوا في الناس، ومن بعد نزيدوا نعاودوا نفس السيناريو نتاع التسعينات. ودركا اتونسيون دركا راهو اكثر من التسعينات باش يكون في عينكم. اليوم الشعب الجزائري راهو ولا مدعشش اكثر من التسعينات. نساو الرجال، نساو الرجال، ياكم تشوفوا حتى البلوطه راكم تشوفوا دعشوها البلوطه، ولاو يصبحوا يدبروا الناس يروحوا روحوا للجوار نتاع ليكيب ناسيونال، ديروا لهم الرقيه وديروا لهم كذا وكذا. راهي ولات فيها راهي مصيبه اليوم الجزائر، مصيبه يا ناس. دونك يا ناس، قبل نقول لخاوتي هذو اللي قالوا لي اهضر على الحراك، ما يجيب لكم والو الحراك، والله لا يجيب لكم حاجه، او كونترير والله العظيم راح يدخل البلاد في صراعات وتخش البلاد في 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 متاهات. هاكم تشوفوه في تونس، تشوفوا هاكم خاوتنا تونس، بورتون تونس هم 10 من الناس، 10 من الناس هاكم تشوفوا فيها كي والله صار. كاش ما كانش انتم بلاد دارت حراك ونجحت، هاكم تشوفوا اليوم ليران، هاو ليران هو اللي دار حراك قبل الناس. هاكم تشوفوا ليبيا، هاكم تشوفوا سوريا. دونك هذا هو الحراك اللي انتم تحسبوا الحراك هذا نخرجوا خلاص يجي يعطيكم انتم الفتح، قال هاكم يا جماعه الفتح روحوا لا ما كانش منها. راح يدخل الجيش، واذا الجيش زاد يصرى فيها الدم يجري وتولي فيها كي الموت وتولي فيها، وحتى ولو طاح الجيش وطاح منا وحكموها الاسلاميين اتخذت الحلامه. الجزائر نقول لكم حاجه، ربي يسمح للتسعينات وربي يسمح لسوريا وربي يسمح للاخر، حنا جزائريين ديجا نسالوها لبعضنا والله ما هي فاريه. هذا هو دونك الناس اللي قالوا لي تكلمنا شويه على الحراك، انا تكلمت لكم على الحراك. الناس الحراك ما يجيب والو، الحراك يجيب الخراب. انا نقول لكم من دروك الحراك يجيب لكم الخراب، ما تسمعوش للناس هذو اللي عندهم غرض واللي شافوا باللي سفيني عليهم الجزائر ما عادش ينجموا يرجعوا للجزائر، حبوا يرجعوا فوق ظهر الدبابه، وهذا ما يمكن لهمش. انا نقول لكم غير ما تتبعوهمش هذو الناس هذو. انا نهضر لكم هنا قطاش ما عنديش مشكل حتى مع انسان، ما عندي مشكل لا مع هذا ولا مع هذا، ومانيش معارض كما يقولوا لي الناس، ما نحب لا حكم، حتى لو كان يعرضوا عليا بعد يقول لي روح نعطيك وزير واش يقولوا بريمي مينيستر ولا ما نحب والو، لا نحب بريمي مينيستر لا نحب مير لا نحب رئيس دائره، ما نحب والو. انا نحب الجزائر تكون لاباس عليها، ونحب الجزائر تكون كما قال واحد موحده، اون الجيري بلوريال، فيها الناس كل يشاركوا فيها الناس كل، مي ماهوش على ظهر اخرين، مي ماهوش على ظهر موالين البلاد. سامحني انا اليوم كي تجي تقول لي انايا الامازيغ نقسيهم وندير زيرو كابيل وندير ما نعرف واش، انا نقول لكم ماهوش غير تقسم البلاد، تنفجر وانا نحب تنفجر اذا هكاك، خلي تنفجر وخلي تروح. كيفاش؟ وتجي تحكم لي البلاد، قال خلي تبقى البلاد غير اسكتوا يا جماعه خلينا نحيو لكم اللغه نتاعكم ونحيو لكم نتاعكم ونحيو لكم نتاعكم. لا 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 لا, لا. البلاد تبقى كما قال واحد في امان وتبقى في السلام وتبقى كما هكذا اذا الناس توعات، واذا الناس ينحيو عليهم هالحقره هذه وينحيو عليهم باش يجي الواحد في بلاده ويقولوا انت ما عندكش حق. هذا هضره الطفله هذه نتاع الماك، هذو جماعه الماك هذو. لو كان انايا جيت انا والرئيس نعيط لهم اروحوا واش تحتاجوا؟ تحبوا ديروا السياسه؟ اتفضلوا روحوا ديروا السياسه، روحوا اذا عطاكم الشعب كما قال واحد ديروا بارتي بوليتيك وروحوا سيروا، مي موش نقسيهم. كي تقسيهم هما وتقول لهم ما عندكمش حق وانتم ما عندناش ثقه فيكم، وكان واحد الربعه ولا خمسه جراوي داروا ينبحوا منا ومنا ويظلوا يتكلموا على سيادهم، وهذو القبائل جاوا من بلغاريا وما نخليوهمش وما عندناش ثقه فيكم. اسمحوا لي اذا تكملوا كيما هكا انتم اللي قاعدين كيما قال واحد لا بومب قريب تفلق، وانتم قاعدين تزيدوا ديزامورسيو فيها بالعقل بالعقل، نهار يجي نهار ويتفلق، يجي نهار ويتفلق. دونك لازم لا بومب هذه نخرجوها بعيد باش كي تحتها كي تفلق ما يصرى والو. لازمنا نلقاو مفاهمه مع الناس كل، الجزائري وين كان عنده حق في بلاده، ما تجيش تقسي الناس انت، ما تقدروا تقسي الناس. شكون انت؟ علاه الجزائر تاعك انت؟ اعطينا خويا باللي الجزائر تاعك انت نخرجوا منها كل. مي اليوم لالجيري اي بور تو الموند، الجزائر
يحب يجي ويدير الحزب مرحبا، مي ما يجيش كيما قال الاخر جيب لي انا الدين تقول لي انا هاو جيب لي النسخه وقال انا باسم النسخه، هو النسخه نتاعك انت على ربي، قال لك فرض فوضك انت باش تهضر على ربي انت، يا لا سامحني يا انت ما كانش. وهذو الناس اللي باقيين ثاني ياكلوا في الشوك باسم الناس، باسم المجاهدين وباسم الثوره وباسمنا، سي فيني الثوره راحت بكري، دوكا اون توني لاباج، دوكا رانا في 2022. اللي عنده يا خويا بارتي بوليتيك ديمقراطي عنده بون بروغرام يقدمه للشعب يفوتي عليه الشعب، يدي ما كانش وين يدي واش يدي، راح يدي البلاد، البلاد خاطر تو، خاطرش الناس ما تفرقش بين الدوله اللي الدوله مؤسسات، راهي ما تغيرش الدوله عمرها ما تغير، يكذب عليكم اللي يقول تغير محال، الدوله مؤسسات تبقى هي هي، واش يتغير؟ يتغيروا الحكومه، الحكومه تغير، ها حكومه تروح حكومه تجي، حكومه تاع لا دروات راحت تجي حكومه تاع لا غوش، تروح حكومه تاع لا غوش يجي حكومه تاع السونتر، وكيما مدايرين في البلدان المتحضره هذه هي، يجيو هذو كي تحكم لا دروات نتاع لا غوش والسونتر يبقاو معارضه يعارضوا، وكي يحكم نتاع السونتر نتاع لا دروات ونتاع لا غوش يعارضوا، وكي تحكم لا غوش لا دروات والسونتر يعارضوا، يضل حكومه تسير وحكومه واخرين يعارضوا، اذا الشعب فوتا دو بارت دو فوا على السونتر باغ اكزومبل هاو يبقى السونتر يفوتي، يبقى السونتر هو اللي يسير وبيان سور يسير، مي معاه الناس حتى هما كلكو لازم يكونوا دي كيما قال واحد دي بورتفوي نعطيهم المعارضه باش يكونوا دي كيما قال واحد يكونوا دي سي فولي يعسوا شو قال حبس الوالديه وكان قوانين نمشيو بها ودستور نمشيو عليه يكون ها هو، والجيش يبقى هو كيما في كل بلاصه حامي البلاد وحامي الدستور، اللي شافوا قال منا قال ولدي مشكل حبس مشكل، مي باش يبقى الجيش يدخل في السياسه لا، ولا الجيش والشرطه وهذو كامل الدوله ما يدخلوش في السياسه، السياسه للسياسيين هذوك يحكموا الكازامات نتاعهم ويقعدوا يعسوا البلاد ويريحوا، مي باش يجيو قال انت لا لا نحي هذا ونديروا هذا ونحي هذا، هذا لازمها وقتاش تروح هذا الشيء هذا وقتاش يروح، غدوه كي نديروا الدوله الديمقراطيه واللي قلت لكم عليها هنايا العلمانيه اللي ما تنجموش تجيبوا الدين تبزنسوا به، صرنا كي التسعينات ما نطولش عليكم، نقول لكم قيم ديال هنا ديجا راهي ديجا راه الحال 23:34 ما عنديش وقت حتى باش نزيد لكم شويه في لا شونسون، نقول لكم تبعوا على خير، ادوما ان شاء الله، بونسواري ا توتي ا توس.